مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج ستارز أورز اللي باش تلقوها كل نهار تسبت على قناة موزيكانا تي في مع الخمسة متاع العشية. حلقتنا الأولى باش نبدوها بقضية سعد المجرد، الفنان المغربي القابع في السجون المغربية منذ أشهر تقريبا بسبب اتهامه من طرف فتاة تدعى لورا بريول بأنه حاول يغتصبها، الأمر اللي خلى برشا فنانين يساندوه ويعتبروها مجرد تهم كيدية. آخر الأخبار اللي باش نشوفوه في التقرير التالي هو انسحاب محامي القضية، واللي باش نشوفه زادة في نفس التقرير أسباب هذا الانسحاب اللي اعتبره هو ما عنده حتى ارتباط بنوعية القضية ككل. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو. أكد المحامي إبراهيم الرشدي انسحابه من قضية الفنان المغربي سعد المجرد المتهم فيها باغتصاب فرنسية تدعى لورا بريول، موضحا في تصريح إعلامي أن الانسحاب تم بالاتفاق مع المجرد بعد إبلاغه عدم قدرته على مواكبة القضية لأسباب تعود لالتزامه بقضايا أخرى في المغرب ولا يمكن أن تنقل بكثرة بين فرنسا والمغرب. وأكد الرشدي أنه وفقا للاتفاقية موقعة بين المغرب وفرنسا يحق لأي محامي مغربي الترافع أمام المحاكم الفرنسية، وفي المقابل يسمح للمحامين الفرنسيين الترافع أمام المحاكم المغربية والتكلم باللغة العربية، لافتا إلى أن من يربط أسباب انسحابه بهذا الأمر ما هو إلا جاهل. وأضاف الرشدي أن قضية المجرد ليست الأولى التي رفعوا عنها في فرنسا، بل سبق أن تولى عددا آخر من الملفات وترفع أمام المحاكم الفرنسية. وعن مستجدات القضية رفض الرشدي إعطاء أي تفاصيل جديدة على اعتبار أنه انسحب من القضية ولم يعد يحق له قانونيا الإدلاء بأي معلومة في هذا الإطار. التاريخ الفني التونسي حافل بفنانين رسخوا أسمائهم في الذاكرة التونسية وأغانيهم مازالت تتردد لحد الآن عند الكبار والصغار. اليوم حابين نقدم لكم بورتري للفنانة الكبيرة وصاحبة الحنجرة الذهبية عليا، الفنانة اللي أعجبت بصوتها كوكب الشرق أم كلثوم لما جت لتونس في سنة 1968. ولدت الفنانة عليا في 4 نوفمبر من سنة 1936 وتوفيت في 19 مارس 1990. بدأت مشوارها الفني في سن 14 وحققت نجاحا ملحوظا، وفي سنة 1957 عندما استقلت تونس وأعلنت الجمهورية وقامت الإذاعة الوطنية التونسية نجحت عليا في التقدم إلى الإذاعة والتي اعتمدتها كمطربة. وبعدما أحيت أم كلثوم حفلا في تونس عام 1968 استمعت صحبة وسيلة بورقيبة فغنت عليا في حضرة أم كلثوم يا حبيبي كل شيء بقضاء، أعجبت بصوتها وعرضت عليها القدوم في مصر. وبعدها انتقلت إلى مصر حيث بوابت النجومية والشهرة العربية وشاركت في حفلات الأسبوع الثقافي التونسي التي أقيمت في القاهرة، وبعدها غنت في الحفل الذي نظم بكونسيرفاتوار الموسيقى العربية وبدأت طريق الشهرة. ومكثت في مصر 12 عاما حتى عادت إلى تونس مرة أخرى وتوفيت عام 1990. من أهم أغانيها علي جرى، حبايب مصر، الساحرة، بني وطني، جالوزيني، دمعة عيني دمعة، نظرة من عينك، جارية حمودة وغيرها من الأغاني الخالدة. ملامح مسلسلات رمضان 2017 مازالت ماهيش واضحة إلى حد الآن، لكن الأكيد أنه شركات الإنتاج شرعت في تصوير المسلسلات، وكما بتشوفوا في التقرير الموالي فإن مسلسلات رمضان المصرية باش تكون وتركز خاصة على الحارة الشعبية، والمنافسة بالظاهر أنه باش تكون زادة قوية وعلى أشدها، والجمهور انتوما هو الحكم الوحيد. تطل الممثلة المصرية مي عز الدين على جمهورها في رمضان 2017 في مسلسل رسائل، حيث تظهر بنت فقيرة تعمل موظفة وتعاني من ظروف الحياة القاسية، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حيث يناقش أمور الحياة العامة ومشاكل الطبقة المتوسطة والأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحارة الشعبية. المسلسل يحمل الكثير من الغموض والإثارة خلال الأحداث، هو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر. وتظهر سمية الخشاب أيضا في الحارة الشعبية بمسلسل الحلال من خلال دور فتاة تكافح من أجل أن تعيش حياة كريمة. وبدأت سمية تصوير أحداث دورها في المسلسل حيث تجسد دور فتاة تنتمي للطبقة الشعبية وتكافح من أجل أن تعيش حياة كريمة وتواجه صعوبات بسبب الجهل وتفشي الجشع والطمع.
وتدور أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل في إطار اجتماعي حول الصراع الطبقاتي في المجتمع، ويشاركها في المسلسل مها أحمد، يسرى اللوزي، بيومي فؤاد، دينا فؤاد، وتأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق. وفي مسلسل طاقة القدر تكون الحارة الشعبية محور الأحداث من خلال قصة صعود بطل المسلسل حمادة هلال وزوجته سهر السايغ من حارة شعبية دون التجارة في المخدرات أو الخروج على القانون. وبدأت سهر السايغ في أحد الشقق بمنطقة مصر الجديدة تصوير أول مشاهدها بالمسلسل، حيث تجسد شخصية زوجة حمادة هلال ضمن الأحداث. وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية التي لا تخلو من الرومانسية والتشويق في نفس الوقت. ويتناول قصة صعود البطل من حارة شعبية دون التجارة في المخدرات أو الخروج عن القانون. ويشارك في البطولة يسرى اللوزي، سهر السايغ، مي القاضي، إدوارد، وإيهاب فهمي، ونيرمين زعزع، وحجاج عبد العظيم، حنان سليمان، حنان يوسف، إلهام عبد البديع، ناصر سيف، وجميل يرسوم، وحمادة بركات. المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد مصطفى. وفي مسلسل خلصانة بالشياكة بطولة أحمد مكي يشاهد الجمهور في رمضان المقبل الحارة الشعبية، ولكن بشكل مختلف من خلال ثلاث شخصيات كونو وحورس وبكتيريا، يقيمون في حارة شعبية ويحاولون التخلص من المشكلات اليومية التي تقابلهم، إلا أنهم يقعون في مشكلات ومواقف كوميدية عديدة. ويواصل أبطال المسلسل تصويره في منطقة الأهرامات، ويشارك في بطولته هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد سلام وغيرهم من النجوم. المسلسل من إخراج هشام فتحي. التلفزة التونسية بدأت في تحضيرات مسلسل الدوامة اللي باش تشوفوه في رمضان المقبل. المسلسل من إخراج نعيم برحومة والسيناريو لعبد المنعم حواس. التصوير باش يكون في تونس الكبرى وصفاقس وسوسة. شرعت التلفزة التونسية في التحضير لإنجاز مسلسل رمضان الجديد الدوامة الذي حاز على موافقة لجنة قراءة النصوص الدرامية والمجلس التنفيذي للمؤسسة ومصادقة مجلس الإدارة على إنجازه لجودة السيناريو ولحبكة البناء الدرامي فيه، كما تتصف شخصيات أبطاله بالمصداقية والتميز في الحوار. المسلسل يدور في 17 حلقة كتبها السيناريست الشاب عبد المنعم حواس، وتروي قصة عداء قديم متجدد بين عائلتين يورط فيه كل جيل خلفه ويستنزفه، وفي إطار صراع العائلتين يجر الجيل الجديد إلى دوامة العداء والانتقام. وقد تم إسناد مهمة إخراج المسلسل للمخرج نعيم برحومة، وهو من كفاءات التلفزة التونسية. نعيم برحومة خريج معهد الدولة للسينما بموسكو عام 1994، تحصل على عديد الجوائز العربية والدولية من خلال عدد من الأعمال الدرامية والوثائقية التي أخرجها وكتبها. وهكا نكون وصلنا لختام الحلقة الأولى من برنامج ستارز أورز بشتاقه، كل نهار السبت مع الخمسة بتاع العشية على قناة موزيكانا تي في. بإمكانكم تواصلوا معنا وتتفاعلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي تشوفوها في أسفل الشاشة. باي باي.